هلا والله يا جماعة الخير، وأول مقطع في القناة وأول مقطع بيكون فكرة مجنونة. بنقلد تصديات جت بشكل ما ندري كيف، تصديات مجنونة لكن بنحاول نقلدها بأكبر نسبة ممكنة. اليوم عندنا عدة تصديات لحراس ممكن تعرفوهم وممكن ما تعرفوهم، لكن التصديات نفسها انشهرت جدا جدا. وليتس جو نبدأ. وقبل لا نبدأ حاب أقول لكم إنه هذه قناتي الرسمية وبيكون ظهوري الوحيد على اليوتيوب بالفترة الجاية هنا على قناتي في اليوتيوب، وكل 5 أيام بكون موجود في مقطع على اليوتيوب بفكرة رهيبة. عشان كذا لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم المقاطع. Let's go. أول تصدي عندنا كان بكأس العالم مباراة السويد والأرجنتين. حارس السويد يتألق بتصدي كان على خط المرمى، تصدي أسطوري، خلينا نشوفه. كي تجي المهاجم الأرجنتين على خط المرمى يشيلها بدبل، يا إلهي. خلينا نحاول نقلد التصدي. يا عمري قدرنا نسويها الحمد لله من تقريبا 3 محاولات. والتصدي اللي بعده كان لحارس عاد جدا مشهور اللي هو ديخيا، كان ب 2017 تصدي الشهير قدام كوتينو، خلينا نشوفه. حطل الكرة بالتسعين يا جماعة، خليني أعطيكم شوية معلومات عن التصدي هذا. الكرة كانت بسرعة 93 كيلو متر بارتفاع 2.13 سنتي، يا إلهي. ديخية جابها، وطبعا الكرة كانت من رجل كوتينو لمرمى ديخية بواحد ثانية تقريبا، وجابها ديخية ما شاء الله. يا عمري. والتصدي اللي بعده الحارس شكله يلعب كاراتيه، صدى بطريقة تذكرني بإبراهيموفيتش. Let's go نشوف. اوكي شوفوا كيف تصدى لها، طلع بالهواء وضربها برجله ما ادري كيف، بس ان التصدي جميل. ليتس جو ليتس جو. والله ما ادري كيف جبتها، كسر ظهري بس. والتصدي اللي بعده عاد اللقطة مو واضحة مرة، لكن طريقة التصدي جدا جدا عجبتني، خلينا نشوفه برضو. التصدي هذا يذكرني بتصدي بيجيتا، لكن ايش الفرق؟ طريقة التكنيك يختلف، كان برضو برجل وحدة، كان يعني شيء صراحة صعب صعب. يلا نجرب. يا عمري. والتصدي اللي بعده عاد هذا مختلف لركلة جزاء، الحارس مو مرة معروف اسمه فيكتور لياندرو، لكن تصدى لركلة جزاء تصدي أسطوري، خلينا نشوفه. يا ساتر، كورة زي الصاروخ شالها برجله، خلينا نجرب نقلده. واحد واحد. وصلنا لنهاية مقطعنا الأول لهذا اليوم، وأتمنى يكون نال على إعجابكم. وطبعاً ما حد ينكر إنه هذول لاعبين أساطير، وحاولنا نقلد تصدياتهم بأكبر قدر ممكن. وإن شاء الله كل 5 أيام بتشوفونا بمقطع وفكرة جديدة بإذن الله. وحساباتنا لا تنسوا تتابعوها. مع السلامة. دقيقة أصبر، باقي دقيقة أسئلة. Next. أول دقيقة أسئلة بأول فيديو لي بقناتي باليوتيوب. طبعاً حنكون متواجدين بالمكان هذا، الاستديو الأسطوري استديو باركون. هحط لكم حسابهم بالوصف، روحوا تابعوهم، ترى بينزلوا معلومات جدا جدا مفيدة. Let's go. ليش اسمك مو صبري؟ محمد صبري انا اسمي، فاختصارا للمحمدين هذول قلنا مو مع صبري صارت مو صبري. كم عمرك؟ عمري 20 سنة. ليش مختفي من اليوتيوب؟ جاوبت على السؤال هذا حتشوفوه بحسابي بالانستغرام، روحوا شوفوا حسابي بالانستغرام، جاوب على السؤال هذا في فيديو كامل. من اي دولة انت؟ سوريا. ايش هو اول مركز لك قبل الحراسة؟ كنت قلب الاسد يا جماعة، كنت قلب الدفاع، طبعا حولت رحت لحارس بعدها. تفضل الموهبة ولا التدريب؟ تدريب اكيد. كيف احسب احتياجي من البروتين؟ انا اقول لك كيف، لو انك مو رياضي، لو انك شخص مو رياضي، اذا كان مثلا وزنك 70 كيلو تاخذ 70 جرام بروتين، لكن لو انك رياضي تضرب وزنك ب 2.2 وحيطلع لك الرقم هذا هو احتياجك من البروتين عفوا. كم كان عمرك لو بديت حراسة؟ يوم بديت حراسة كان عمري 12 سنة تقريبا. لونك المفضل؟ يمكن تتفاجأ من الشيء هذا. خلصت الدقيقة، حجاوبكم على السؤال هذا بالفيديو الثاني.